في هذا الوقت فوق الصعوبة اللي لازم أنا أقطع فيها إجري قرار، أخذ قرار، عملت سي تي طبقية بيّن إنه في انتشار للسرطان في الرئتين كمان وفي الكبد وفي هون. في نفس الوقت اللي أنا في أصعب وقت، صدمة ورا صدمة، فوق إنه أنا بدي أقطع إجري كمان السرطان انتشر. وأجا البروفيسور قلت له، قال لي مجموعة دكاترة بدهم يخففوا وقع الصدمة علي، أجا قال لي أنا بدي جاي أخبرك إنه نتيجة الفحوصات كتير سيئة، حتى وقتي تطلعوا زوجي من الأوضة عشان ما يتأثرش كتير، خلوني أنا وياهم مع مجموعة دكاترة. قال لي السرطان عندك انتشر على الرئتين وحوالين الكبد وفي الجنب، وأسوأ نوع سرطان انتقل من إجرك على الجسم كله. أول سؤال سألته إياه، قلت له قديش ضايلني، قديش بدي أعيش؟ قال لي ماكسيموم قدامك 6 أشهر لسنة. أنا هاي العبارة 6 أشهر لسنة وأنا صغيرة كنت أسمعها في الأفلام، نحضر الأفلام المصرية القديمة قل له ضايل لك 6 أشهر، كانت تتهز بدني هز. بس الغريب يوم قال لي ضايل لك 6 أشهر لسنة، سلام مش قادر أوصفه. قلت له أوكي، أنا ما بدي أتعالج أصلاً، فيش علاج، الكيماوي ما بتجاوب مع نوع السرطان، أنا بدي أرجع بيتي، بدي أقضي 6 أشهر باستمتاع مع أولادي، أنا بدي أستمتع في الحياة، مش ضايل لي 6 أشهر، أنا بدي أستمتع فيهم. روحوني. في نفس الوقت اضطروا لبتر الرجل. في نفس الوقت كان كل هاي الصدمات، مخي بطل يستوعب. كنت حزينة، كنت تعبانة، كان عندي شك وكان عندي حيرة، يا رب ليش؟ أولادي كانوا يصلوا للرب ويقولوا له يا رب ما تسمحش إنه إجر إمي تنقطع، ويصلوا للرب. لكن الغريب إنه أنا سمح الرب إنه تنقطع الرجل وكان في انتشار. بس حقيقي هلا حاليا، هذاك الوقت ما كنتش قادرة أشوف اللي شايفته هلا. هلا حاليا شايفة إنه قوتي في الضعف تكمل.